بعيدا عن اخبار البيئه علينا الدلافين، الدلافين والبحر تحديدا. صديقه هي للانسان ومؤنسته، ان ظل في البحار الواسعه وصادفته او صادفته أرشدته، وإن تعرض لخطر ساعدته أيضا. صحيح. أليفة بطبيعتها الأمر لا يخلو من الحقيقة، فالدلافين مخلوقات عجيبة تتجلى عظمة الخالق في روعتها. صحيح دانا، بلا شك أن للدلافين فوائد كثيرة، منها العلاجية، وقد يكون أهمها تخفيف حالات الاكتئاب لمن يعاني منها ولو بشكل مؤقت على الأقل. هذا مو كلامنا، هذا كلام الإحصاءات العالمية التي أكدت أن السباحة مع الدلافين هي من أهم 5 أمور يرغب بعض الناس في تحقيقها في حياتهم. بالفعل خالد، ربما هي أيضا مغامرة بحد ذاتها مليئة بالإثارة والمرح، فبعد تجربة الغوص مع أسماك القرش، الزميل عبد الله النجار بيخوض فرصة السباحة مع الدلافين وبتعرف عليها عن قرب. خلينا نتابع معه. تجربة جديدة وفرصة فريدة من نوعها تنتظرنا هنا فوق أعجوبة الدنيا الثامنة، نخلة جميرة في دبي. بدأت رحلتنا المثيرة. خليج الدلافين في منتجع أطلانتس النخلة، الذي يعد أضخم البيئات الساحلية الاصطناعية الخاصة بالدلافين في العالم، كان وجهتنا لنحظى بفرصة لقاء أكثر المخلوقات المحبوبة على الإطلاق. هي فرصة فريدة من نوعها ومليئة بالحميمية، نمنحها لزوارنا للتعرف على الدلافين عن قرب وخوض تجربة السباحة واللعب معهم. رحلة التعرف على الدلافين بالفعل مميزة، بدايتها كانت مقدمة تعريفية حول كيفية التعامل مع سلوك الدلافين وما يتعلق بشكلها، صحتها، أنواعها، وأهمية الحفاظ على الحياة البحرية. بعد ما لبسنا ملابس السباحة وأخذنا المعلومات الكافية عن الدلافين، كل اللي باقي إنه ندخل المسبح ونتعرف على الدلفين عن قرب. خلينا نشوف. دخلت حوض السباحة وتعرفت على بلاك، حيوان أليف عمره 6 أشهر. استقبلني بفرح كبير كعادة الدلافين. أرشدني المدرب المختص بطرق التواصل واللعب معه. كان الأمر مسلياً حقاً، حيث يصعب على المرء أحياناً أن يتخيل نفسه أمام مخلوق مائي بهذا الحجم دون أن يشعر بأي خوف، بل على العكس كان شعوراً في غاية الروعة. قضيتها في حوض سباحة برفقة صديق الإنسان، قبل وعناق، ورحلة مثيرة لا تنسى، لحظات حميمية حظيت بها بالقرب من الدلفين، وتجربة بالفعل لا تنسى. نحن وفرنا كافة الإمكانيات لخلق بيئة سليمة وصحية في خليج الدلافين هنا في أتلانتس، وحصلنا على أول رخصة عالمية لرعاية الدلافين ومعظم الكائنات البحرية، لما يتمتع به منتجعنا من مواصفات عالية الجودة والخبرة في رعاية هذه الحيوانات. مخلوقات عالية الذكاء ولها قدرة في التعامل مع البشر، بمجرد أن تتعرف عليها يصعب عليك فراقها. لحظة مع الدلافين تجربة لن تفارق مخيلتك ما حييت. عبد الله النجار لدبي هذا الصباح.
على فكره ما كان خاطر على بالي اني احطها من الخمس من بين الخمس اشياء التي ارغب في تحقيقها بحياتي، بس هلا بعد هالتقرير صارت اكيد رائعه جدا. ان شاء الله راح تكون لنا زي